جبران القحطاني ومها الصيعري تزوجوا من فترة قريبة، لكن اللي يميز هذا الثنائي انه كثير بيطلعوا ترند، قصصهم حلوة وغريبة وفي نفس الوقت بتشد المشاهدين والمتابعين. حنتعرف على هذه الشخصية عن قرب اكثر، ورحب بضيف في الاستديو بالاستاذ جبران القحطاني. اهلا وسهلا فيك، نورتنا اليوم. اهلا وسهلا فيك. الله يحييك. الله يسلمك ويبارك فيك. يعني ما شاء الله كل اسبوع نشوفكم ترند، ايش قاعدين تسووا؟ والله هذا من المتابعين، احنا ما لنا اي دور في هالكلام. طيب تمام، تتوقع يعني سبب شهرتكم وحماس المتابعين في تويتر سناب شات وش سببه؟ والله محبة، يحبون يتابعونا، نشكرهم على هذا الشيء، ما لنا أي دور، ولا يومياتنا عادية وما نقدم شيء غير يوميات عادية. إن شاء الله عليكم. طيب أستاذ جبران، ودي أسألك إذا كان تصوير مها الصيعري للذهب كان له دور في الشهرة أو الشبكة، له دور في الشهرة والمتابعين أو زيادة المتابعين؟ لا بالعكس، هي مشهورة قبل الشبكة وقبل أن نرتبط فيها. بس المقطع هذا تم تداوله والله كيفي. عاد احنا ما نتابع الكثير في وسائل التواصل الا من احيانا بعض الترندات ما نعرفها الا عن طريق بعض الاشخاص. استاذ جبران، هل صحيح انكم سويتوا شهر العسل في البر؟ انا عندي يعني كثير اشياء كذا ابغى اقول. حرام عليك، في البر ليه؟ البر جزء من الحياه اليوميه. طيب. واحنا نعيش حياتنا يوميه، طبيعي ان الواحد يعيش حياته يوميته، المكان اللي تحبه تروح تعيش فيه، تنتقل فيه. طب ماشي، هنعدي البر انه انتم تسووا فيه شهر العسل او مثلا انه انتم خلاص قررتوا انه انتم تروح، مع انه الحياه اليوميه ترى احنا نقدر نروح البر كل اسبوع، والحين ما شاء الله جاي الشتاء وفي مخيمات ونقدر نروح البر كل ويكند. كويس. طيب؟ خليتها تطبخ ذبيحه في الصباحيه؟ والله هي لو نبيها فمها لو نبيها تطبخ قعود تطبخ، هي ماهرة في هذا الشيء. ولكن على حسب، وانا ما عرفت ايش يعني قعود. اذا كان القعود يعني الجمل الصغير. الجمل الصغير. اي نعم. اوكي. ولكن انه ما حصل ان طبخت، لانه ما حصلت ما حصل ما لقينا قعود زين. لا تقريبا هذا اللي حصل. حلو، انا اتفق معك، البر جزء منا واحنا من الطبيعه، وزي ما قلت المكان اللي احنا نحبه نروح له. لكن خليني اسالك، بالنسبه لكم ايش هي معايير شهر العسل؟ هل اختلفت؟ يعني بنشوف الناس الحين تقول لك والله اذا ما سافرت اوروبا انا ما اعتبر انه هذا شهر عسل، كيف تشوف هذه الامور؟ والله هذه الامور الناس خذوا تكلفه شهر العسل اكثر من تكلفه الزواج، وهذا شيء غلط. اي احنا حاولنا نكسر البروتوكول كذا ان الناس يشوفون وضعنا عادي، ولا احنا قادرين انه نسافر ونروح ونطمح ان نسافر، لكن ان شاء الله في المستقبل انه بيكون هناك نسافر. لكن انه هو الحمد لله باين، الحمد لله انه في اقتدار وتقدروا تسافروا برا. بس هل انتم كنتوا تبغوا توصلوا رساله معينه؟ اي نعم. انه انتبهوا، ترى انتم قاعدين تمشوا او تسلكوا طريق او منحنى حق مظاهر ومنحنى سطحي ما يحوج ما له داعي. انا سويت شهر عسل في البر مع اني انا مقتدر. نعم هذا صحيح، وهذا قد يكون سبب الخلافات الزوجيه هو شهر العسل. صح. في ناس انفصلوا على هالشيء ومشاكلهم كلهم على انه تاخذ شهر العسل ويروحون ويجون، وهذا شيء غلط. صحيح. هل تعتقد انه اختياركم لمكان شهر العسل او طريقه شهر العسل كانت يعني سبب في او جزء يعني في اثاره الجدل بين المغردين؟ والله ما اعرف هذا الشيء، لكن انه محبه وفضول من المتابعين فهذا شيء راجع لهم. جميل، يعني في كثير اشياء. احنا استاذ جبران انا ابغاك تتكلم كذا معانا وتقول لنا اكثر عن التفاصيل. احنا شفنا رشاش. ايوه انا شفت رشاش. طيب هذا حقيقي ولا لعبه؟ امانه والله تقدر تقول لعبه، لكن في الاصح طب ادينا تفاصيل. لكن في الاصح ان هذا يعني الواحد بينتقل في اماكن يكون معه. أيوة. يعني انا اعرف الناس تحط مسدس صغير منهم كذا حلو ربع. والله هذا صح يعني في ربع، شفتني اعرف؟ اي الربع هذا، لكن هذا كان موجود والربع ما كان موجود، هذا يكفي مكان هذا. اي فحاطين رشاش. رشاش نعم. ما شاء الله، هلا هلا والله العظيم. يعني كذا تحسي بفخامه برا يعني رشاش. بنشوف طبعا احنا على الفيديو مع بعض يا عبير بعض اللقطات من عندكم في سناب شات اللي بتنقل حياتكم الطبيعيه والشخصيه استاذ جبران. يعني هذا كان في شهر العسل اذا مو غلطانه، والله ليش الحراره حلوه 22، ايش احلى مكان. حلو لا الجو كان. والله هذا افضل مكان، وهذا مسقط أفضل مكان. وهذا مسقط الراس المكان هذا. بالله. اي نعم لذلك نحب المكان. ما شاء الله روعة. يعني انتم رحتوا في المكان اللي يعني زي ما يقولوا الناس الديره حقتكم، الديره المكان حقتكم. الله جميل. من جد شيء حلو. بس يعني على الصعيد الشخصي أستاذ جبران، يعني تفاعل الناس وأنه كل بعد فترة بتكونوا ترند ما بيأثر على حياتكم الشخصية؟ لا
والله ما لها اي تاثير. ما تسولف انت ومها احيانا؟ والله حياتنا عاديه جدا جدا وما نعرف بعض الترندات اللي عن طريق الاشخاص اللي يتواصلون معي عن طريق اتصال او اي. ما تنزعجوا احيانا بعض التعليقات ابدا؟ اسم الله حياتنا عاديه ما شاء الله. في مها في احد المقاطع عبرت عن تضايقها ان في شخص صوركم، يعني هل تصوير الناس لكم مع انكم شخصيات يعني معروفه في المجتمع، فهل تصوير الناس لكم بدون علمكم يعني يضايقكم؟ والله يضايقنا، وطبعا يعني الاماكن العامه تجنبنا ان نطلع لها مره بسبب هذا الشيء. يعني يتكرر الموضوع عليكم؟ تكرر الموضوع. احنا هي كلها محلين طلعناها وصورنا في اثنين، لأجل كذا كنسلنا الاماكن العامه نطلع. جميل. طب هل صحيح انه مها الصيعري هي الزوجه الثانيه او الثالثه لك؟ هي الثالثه. الثالثه؟ اي نعم. حلو. والزوجه الثالثه بدل ما ندلعها خليها تطبخ في يوم الصبح. انا متضايقه من الفكره هذه. انا زعلانه. ممكن تزعلين وفي يوم من الايام يخليك زوجك تطبخين في اول يوم. لا استاذ جبران لو سمحت لا تقول هذا الكلام على الهواء، انا خايف يكون دحين بيتابع لو سمحت. والله بالعكس يعني اذا والله اكلها ونفسها حلو بالعكس يا عمري عليها ما شاء الله. ما شاء الله عليها ما شاء ست بيت وصنعة من جد. بصراحه انا احسدك عليها. الله يخليها لك. يعني اوقات كذا تشوفي الله دبيها وتجيب اللحمه كذا وتحطها وترى ما عندها مشكله وتسوي ما شاء الله عليها، عرفتي؟ فصنعة على قولتهم. بنت بنت يعني ما شاء الله عليها. هل هذا نوع من يعني يقول لك دائما يعني اقرب طريق الى قلب الرجل معدته؟ هذه كلها متفقين فيها صح ولا لا؟ ما اعتقد هذا الشيء. يعني انت مو هذا الشيء اللي شدك في مها؟ يعني اللي حبيت خلاك تقول لا هذه البنت لازم نعرس عليها؟ والله يقول شهود الله في ارضها، الناس من كثر ما يشهدون لها الناس. هذا الشيء عجبني وفضلت ان ارتبط فيها هذا الشيء. يا سلام. جميل. طيب ما شاء الله مها الزوجه الثالثه. صحيح دائما تنصح بالتعدد؟ يعني اوكي شرع الله يعني احنا ما نختلف شرع الله كل شيء هذه تمام، بس يعني بالعاده تنصح عشان ما نبغى الناس يفهمونا غلط بصراحه. لا بسلب ولا بايجاب. هذا بالتحديد هو شرع الله ولا انما كلام فيه. صح. لكن وجهه النظر نزلت مقطع سناب وكان لها الدور الفعال. امزح مع جاري وهو رجل كبير في السن وزي كذا. لكن انا ما انصح بالتعدد الا للي قادر مقتدر. نعم. المقتدر افضل يعني يقدر يعدل. المجتمع فيه عنوسه كثير يحتاج التعدد. لكن عاد اللي مقتدر انصح بالتعدد. طيب استاذ جبران، وش كونك مشهور الان يعني في المجتمع السعودي، وش رسالتك او ايش اللي حاب تقدمه للناس وايش نصيحتك لهم دائما؟ والله ما في نصيحه الا تقوى الله قبل كل شيء. جميل. وابد نحاول ان نقدم افضل ما عندنا للمتابعين. يعني شفنا انتم مره انتم جدا يعني عفويين، عشان حياتكم يعني بدون اي تكلف وبدون اي تمثيل زي بعض الناس. فيعني هل يعني هذا جزء ممكن من رسالتك ان الناس تكون طبيعيه وعلى سجيتها زي ما نقول؟ والله صحيح، اجمل الحياه هي البساطه. صحيح والله. والقناعه لما يكون الانسان مقتنع بحياته يكون صحيح. سعيد مهما كان. فعلا الله يتم عليكم السعاده يا رب. استاذ جبران يعني في اشياء كذا انا جالسه احاول اسحب منه اذا لاحظته يعني. بس هذا السؤال ده، بما انه مها الزوجه الثالثه بتغار، احنا يعني نعرف انه اكيد الا ما تكون الضره او الطبيعه على قولة اهل الحجاز بيغاروا من بعض. هل فيها هي برضه نوع من انواع الغيره مثلا؟ هي ما بتصورك صح؟ إيه ما تصور. شفت اني انا تابعك؟ اي اكيد انت ما تصور بحكم انه تاخذ الشيء اللي يبيه الجمهور. ما تبي تثير غضبهم انه تصورني كشخص خاص. تحس يعني هذه خصوصيه. اي نعم. لما تصور زوجها او بكون يعني دائما في سنابها، هذا اتوقع ان المتابعين عندها انه يكون. انا احس انه برافو عليها، هذه نقطه ذكيه جدا منها. لانه في انا عندي حياتي الشخصيه مو مستعده اني انا اخلي الناس كلها تتفرج عليها، انا اوريكم اللي انا ابغى اعرضه. وهذا الشيء مره حلو منها. اي نعم كلام صح. وبعدين اسم الله عليها يعني مها معروفة أنه هي ناشطة من زمان، يعني لها طريقتها ولها مثلا حساباتها يعني ماشية على الشيء اللي هي أصلا متعودة عليه. لكن الإضافة الحلوة حضرتك لما دخلت حياتها فما شاء الله عليها زانت أكثر. الله يسلمك. الله يسلمك ويبارك فيك. أبغى أخذ معك موضوع ثاني. حضرتك رجل أعمال، الله يزيدك ويبارك لك إن شاء الله.
ايش تنصح الشباب يعني بما يخص هذا المجال في يعني اللي يحبوا يجربوا التجاره؟ والله في فرص، والانسان لما يحط له هدف هدف معين مع في يوم من الايام يوصل للهدف، يخلون طموحاتهم فوق ويجتهدون والله اللي يوفق. ما تنصح منهم في فترة من الفترات لازم يشدوا الحزام؟ يعني دائما أنا يعني عندي قاعدة تقول المليون يبدأ من ريال، صح. إذا ما في هذا ريال ما راح نوصل للمليون هذا، بس في نفس الوقت بنعرف أنه لا يعني رغباتهم كثير، يبغوا يشتروا كل حاجة، يبغى أفخم سيارة من أول راتب، ويبغى يشتري كل الجوالات كل الإصدارات الجديدة، فما يلحق أنه هو يجمع له قرشين على بعض عشان يفتح له مشروعه الخاص أو يدخل في هذا المجال التجارة. لابد من التوفير الشخص. الواحد لو يفتح مجال يقدر يصرف مبالغ ما يتوقعها، لكنه على حسب ظروفك لازم تحدد مصاريفك. والوقت الحاضر فيه مجال وفيه فرص للشباب اللي مبتدئين ما عندهم التزامات ما عندهم اي شغلات انه يقدر يكون مستقبل. جميل. طيب استاذ جبران، كيف يعني عرفنا الان انك رجل اعمال في نفس الوقت ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، فانا ودي اعرف يعني كيف انت ما شاء الله توفق بين هنا وهنا، وكيف ترتب اولوياتك ويعني تعطي هذا حقه ووقته وهذا تعطيه بعد حقه ووقته؟ والله بالنسبه اولوياتي هي خصوصياتي ومصلحتي قبل كل شيء. اكيد التواصل هو على حسب الفضاء والوقت اللي اكون فاضي فيه احاول اني اكون على التواصل. أستاذ جبران، احنا بنشوف كثير من الاشخاص اللي مشاهير في السوشيال ميديا بيحاولوا يوصلوا رساله معينه او بيحاولوا يكون لهم محتوى معين، سواء كان كوميدي سياسي او فوائد ونصائح وما الى ذلك. قبولك للظهور اليوم على قناه رضوان الخليجيه وخاصه في برنامج سيدتي، هل هو الاول لك؟ وكمان حاجه، ايش تبغى توصل؟ ما قبلت انه انت تظهر الا لما يكون في رساله معينه انت حابب تقولها. والله ما في اي رساله احب ان اوصلها الا محبه للناس، واحاول اني ارضي الجمهور والمتابعين لا اقل ولا اكثر. جميل. هذا اكيد نورتنا، واحنا مبسوطين انه جمعتنا كانت معك. والله الشرف قناه رسالة الخليجيه هي قناه مفضله، الله يسلمك دائما. إيه؟ لبيت دعوتكم، هذا شرف. إيه؟ لسه ما خلصنا، مطولين الجلسه معك. احنا قاعدين بس نتكلم. يعني انا سعيده بصراحه يوم عرفت انك انت راح تكون ضيفنا بالبرنامج، وكثير حلو انك تشوف الجانب الثاني من الناس. بنشوف ناس كثير على السوشيال ميديا لما تجلس معاهم تشوف انهم مختلفين وابسط بكثير مما الواحد يتخيل. فعلى ما استشفيت من استاذ جبران قاعد بيقول انه احنا على سجيتنا على طبيعتنا، مو قاعدين نفتعل شيء، لكن محبه الناس هذه من الله. صحيح. كيف سبحان الله يعني يجعل هذا القبول في 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 شخصيه معينه. صحيح، رؤى الناس اشوف انها تحب وتتقبل الشخص الطبيعي. أيه. الشخص اللي عفوي، الشخص اللي ما يتكلف، او زي ما كنا نقول قبل شوي يعني ما يحاول يظهر للناس شيء ما هو بهو، يعني ما يتصنع. يعني انت نفسك انت هذا البر برك، وهذه سيارتك، وهذه زوجتك، وهذه حياتك، وهذا اكلك، وهذا شربك. والناس ترى بالعكس يعني يعجبهم لما تشوف الواحد يتصنع ويتكلف بالكلام، حتى كل من جاء يصور سناب قد يتكشخ، ولا البنات يتمكيجون اوفر. يعني لا، هذه حياتي انا كذا، انا ما حقعد في البيت سوري يعني حاطه فل ميك اب ولابسات لكم وكاشخه. فالناس يعني بالعكس، انا صراحه اهنيك، ويعني هذا شيء يعني رائع، وانا اتمنى ان الناس او الشباب والبنات اللي على السوشيال ميديا يحضنون هذا الحد. إيه؟ لانه يعني انا وش ابغى فيك، وتشوفينهم في الطبيعه ناس مختلفين، صح. يعني حتى الصوت سبحان الله ما ادري شلون يتغير، نبره الصوت تتغير. فلما يجيك كثير كذا، صح. فلما يجيك انسان يعني على طبيعته الناس تتقبل، وانت كررت كمان كلمه، اهم شيء محبه الناس. محبة الناس هذه محبة اكيد الناس. والناس يعني زي ما قلت لك هذا الشيء اللي يبغونه، فانت يعني ابدعت صراحه يعني من هالناحيه. احنا ما سوينا شيء، ما شاء الله عليكم، يومياتنا وحياتنا العاديه ما قدمنا شيء يعني الا نبادلهم المحبه، هذا الشيء اللي نقدر نقدمه. صحيح، الله يبارك ان شاء الله يجعل لكم اللي فيه الخير. طيب خلينا نسال سؤال على طبخ مهم، بسم الله عليهم. يعني احنا اللي شايفينه شكله رائع. جميل. انت تحب الملح الزياده، تحب الشطه وهي مثلا ما تحط شطه، ولا ايش شوف انا حاسه انه في شيء تبغى تقول. لا بالنسبه لي، على شوف انا من الناس اللي ما احب اني اطلب دائما غير متطلب. أكل معي، نعم. الأكل اللي يكون موجود أنا أكل منه وعجبني. يا رب كلنا نسمع يعني هذه المعلومة، الموجود ناكل. نسمع ونسمع اللي يخليهم يطبخون بعد.
نسوى هذه النقطة فقط، ما تخلونا نطبخ بس نسوى الموجود نعرفه. أيه. اللي يتسوق أيه الموجود من طبخ البيت طبعا مو من المطعم. لا 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 مو من المطعم. اي كويس. على سيرة الطبخ، مين اللي يروح ويقضي وكذا ويختار هذه الأشياء؟ والله أنا أحيانا حياتي العادية عايشة ويومياتي. حلو. ما في شيء. وش ما قد ساعدتها تطبخ في المطبخ؟ أنا طبعاً أحب البر والصيد وكذا، يكون لي هواية في الطبخ والشغل في البر عادي ما يمر. المشاركة حلوة ما بين الزوجين. لا لا صرنا في البر. أنا أحب واللي يحب البر ترى يعرف يطبخ. أي. يعني الناس اللي أنا أعرف إنه الناس اللي تحب البر وتحب تخيل كثير في الشغل في البر. أنا دائماً أحب اللي يشتغل صح؟ بس عرفت كيف نعرف لازم الكبسة على الفحم هذه وعلى الحطب شيء يعني. إحنا بنطلب منك على الهواء مباشرة وأكيد ما قاعدة تتابعنا الآن إنه أنتوا تعزمونا في يوم على البر على قعود. مع اني ما تعلمت كلمه جديده اليوم. لا انا اخذتها مني خلاص. اوكي نعزمكم لكن اليوم الثاني تعزمونا انتوا على نفس العزيمه. على نفس العزيمه. لا لا بعود. لا 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 لازم دجاج. شوف انت يعني انت كريم وحنا نستاهل وبرضه احنا كرمه وانت تستاهل. بريطانيا الخليجيه تعزمك على اكل بس انه يعني على قد اللي احنا نعرف نسويه يعني مش مو قعود بقيمه قعود. لا دجاج بقيمه. انا ساعدني مخرج ترى فيها. لا لا القيمه ما تمشي عندنا. لا ما هو ما يصلح يعني مثلا انه احنا نطبخ وعود مره هتصعبها علينا كذا يا جماعه. لا خلاص اختار حاجه ثانيه. طيب طيب. سمك من جدة يعني اختار شيء سهل نعرف نطبخه. خلاص اوكي ما عاد كلمة ما لو سمحتي يعني خليك لذيذة معانا. انت بسم الله عليك ما شاء الله يعني هي بروفيشنال على قولتهم في الاكل ده وما شاء الله تعرف تظبطه لكن انا على قدي والله. الله يسعدك يا عابر. استاذ جبران نورتنا وشكرا على وجودك اليوم وشكرا لتلبيتك الدعوه. العفو والعفو. شكرا لك نورتونا. مشاهدينا حنروح فاصل ونرجع نكمل باقي الفقرات. تشاهدون بعد الفاصل من مزرعه اجدادهم البسيطه الى منتزه ترفيهي في السوده.